او سايد ماكو. حلو مصطفى، يلا بعد الهاتريك الهاتريك الهاتريك، جول 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 يا ولدي يا عمري، 3-0 3-0 الي انا شخصيا بهذه المباراه، وهاتريك جديد يا حبيبي، هاتريك جديد. السلام عليكم، هلا والله بالشباب، حياكم الله، مقطع جديد، حلقه جديده من كن اسطوره. قبل ما ابتدي، اللايك الاشتراك تفعيل زر التنبيهات، وصلوا هذا المقطع اكثر من 10000 لايك، الدعم بالحلقه اللي راحت حلو، بس اريد ازيد يا شباب، فاللايكات اللايكات، الله الله باللايكات. اليوم راح نستمر بسلسلتنا او فكرتنا الجديده او تحدينا لهذا الموسم، وهو تحطيم رقم ميسي باكثر من 92 هدف بالموسم. ميسي سجلها بموسم او بسنة، ما يهمنا، احنا نريد نسويها بموسم كامل يا شباب. فمباشرة نروح للبيانات ونشوف اللاعب اللي عنده حاليا 17 مشاركة، 23 هدف 6 اسيست، 23 هدف ب17 مشاركة، تقريبا ربع عدد مشاركات الموسم او شوية اكثر من الربع، بس جبنا ربع الاهداف حتى الان. لازم نشد حيلنا اكثر بالتسجيل حتى نجيب اكثر عدد ممكن من الاهداف بالموسم بالكامل. طبعا مشاركاتي العامة او مشاركاتي كلها يا شباب 641 مباراة لاعب، متوسط التقييم 6.8، اهداف الحياة المهنية 565 هدف، 132 اسيست بعمر 28 سنة. رأيكم بالاحصائيات حتى الان، هل اللاعب ممتاز او لا؟ شوف المراكز اللي جاي يلعب بيها، باقيني مركز حارس المرمى ومركز قلب الدفاع اللي على وشك ان اتعلمه. فاليوم مباراة مايوركا، مباراة بورتو بالابطال، عندنا كلاسيكو ضد ريال مدريد، مباريات سكيب مباريات المنتخب، عندنا ديبورتيفو الافيش، وممكن جيرونا، وممكن ستوك سيتي بالابطال، ممكن يا شباب، مو اكيد، حسب مجريات الحلقة. احنا حاليا مصدرين الدوري الاسباني، اتوقع يا شباب هذا الموسم ما راح نخسر بيه، وممكن ولا نتعادل حتى لنشاد حيلي بقوة، اتمنى انتصارات حتى الان ما عندنا ولا هزيمة، وان شاء الله نستمر ونحقق الدوري الذهبي باسبانيا، ما سبق لاي نادي حقق هذا الشيء. المباراة الاولى تعتبر شبه سهلة، خاصة دفاعهم ضعيف بشكل مو طبيعي، يعني مبابي وكريزمان، وانا بالهجوم، فاتوقع راح ندمر ريال مايوركا. طني اياها، اضرب مصطفى الهدف الاول، لا وين، ليش بعيدة؟ يلا يا سلام، هو 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 يا ولد يا ولد يا ولد، هو الهدف الاول. يلا 1-0 تقدمنا بالنتيجه، دقيقه 23 مباشره بالقدم اليسرى، جول. هذه المباريات السهله لازم هي المباريات اللي اسجل بها الهاتريك والسوبر هاتريك والخمس اهداف بعد يا شباب، حتى اقدر اصير الهداف التاريخي. يلا مبابي، مصطفى اضرب 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 الثاني، لا يا ولد يا ولد، سجل سجل رجاء، اهداف كثيره. لا لا، يا سلام يا الحارس، حلو يا سلام، يلا روح روح روح، عبرته والله والله، عبرته 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 يا عمري، يا ولد يا ولد يا رهيب يا حبيبي، حلو المرور والتقدم بالسرعة وتسجيل الهدف الثاني. بابي، يلا يا بابي، يا سلام مصطفى، جول جول جول، لا الحارس هذه المرة، هي يا ولد، لا كريزمان، لا سجل كريزو، مبابي والهدف الثالث واسست الي هذه المره، 3-0، نتيجه قويه، يا رب اقدر اسجل هاتريك. حلوه المباراه الاولى 3-0، سجلت هدفين بس كنت اطمح اسجل اكثر. سعدنا مباراه ابطال ضد بورتو، هذه مجموعتنا تقريبا، اذا فزنا خلاص نضمن الصداره، بس اللاعب جاي يتعب بسرعه، اعتقد لاني مركز على قوه التحمل قليل، ما ادري. شوفوا يا شباب هذه بيانات اللاعب حاليا، عندنا ركل من الثبات 84، يحتاج بعد اكثر، هذا عندنا من البدايه عندنا مشكله بيه. تمريرات منخفضه 86، تحتاج ندخل بال90 ان شاء الله. استحواذ المساحات الضيقه عندي قويه وحلوه، قوه في الركل 98، المفروض 99 تصير، قوه التحمل 98، والله قوي قوه التحمل، حيل قوي، ليش جاي يتعب بسرعه ما اعرف. مباراه ابطال مصطفى، ركز يا رب اسجل على الاقل ثنائيه بهذه المباراه، يلا. لا كانت قريبه والله، حلوه، حرام حرام، مو انا اللي سجلت، لاعبنا سجل الي تشيتش يا شباب، راح ينفتح دفاع بورتو ان شاء الله بعد هذا الهدف. حلوه، بلنتي بلنتي يا حكم، اوكي احصل على ضربه جزاء، يا رب ما يصدها يا رب ما يصدها، لا ضيعت والله، ما اعرف كيف ضاعت هذه الكره، هي يا ولد، لا الحارس شنو هذا يا شباب، ما جاي تجي، حلوه حلوه، يلا يا مصطفى، يا سلام يا حبيبي، اخيرا يعني اهم شيء سجلت هدف بهذه المباراه، اهم شيء ما تمر المباراه وانا ما مسجل. صافرت الحكم نهايه المباراه 3 نقاط على بورتو، وصلنا للنقطه العاشره بمجموعتنا بالابطال. اوه هسه كلاسيكو، ما قبل الكلاسيكو يا شباب، وان شاء الله الفوز على ريال مدريد، ريال مدريد طبعا فريقي السابق ودائما ما اسجل عليهم، وان شاء الله اليوم بعد اسجل. يلا صافرت البدايه بالسنتياغو برنابيو على ملعب ريال مدريد، واذا فزنا راح نزيد الفارق. يلا يا مصطفى،
يا سلام يا ولد، لا لا لا، رجع للضربة الحرة الحكم. حلو، أنا اللي أصوبها وإن شاء الله جول بإذن الله. يلا هي 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 هاي العارضة، كل مرة العارضة يا حبيبي، كل مرة العارضة. يلا حلوة، اضرب يا سلام. الهدف الأول هو 1-0، نتقدم بالنتيجة على ريال مدريد بالدقيقة 17. ثالث محاولة إلي، واحدة من تصويبة، بعدها ضربة حرة، وبعدها هذه جول. حلوة هنا، شوف الأسيست، هاي الأسيستات اللي أنا أريدها مباشرة، تصويبة قوية بالشباب. شباب الدقيقة 80 وفرص ماكو نهائيا. فاول فاول يا حكم. آه يا حكم، ماكو فرص، ماكو لا أنا ولا ريال مدريد تقريبا. لا لا، هدف التعادل، أهم شيء ما نخسر يا شباب، خلي نحاول ناخذ الدوري الذهبي. للأسف 1-1 تنتهي المباراة. جاي لي عرض يا شباب براتب 76، هسه راتب أنا أعتقد بال90، جاي لي عرض 76 من النادي هذا أرمينيا. مين هذا النادي يا شباب، وليش يجيز لي عرض يعني أصلا؟ يلا صافرت بداية مباراة ديبرتيفو ألافيش، وفريق إن شاء الله نقدر نسجل عليه أهداف يا رب. ادخل مصطفى، ادخل يا ولد، جول 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 جول، رجعت لي وكملتها وحطيتها بالشباك. الاولى صدها الحارس، الثانيه تدخل، 1-0. يلا مصطفى الثاني، الثاني، لا يا المدافع مين جيت، لا الحارس، والله تصويبه صاروخيه. انظرين، خلاص خلاص، هو الهدف الثاني يا عمري. يلا روح الثالث، الثالث يا مصطفى، اصعد يا مبابي، اذا ما اقدر اسجل راح امرر لك. بعدي بعدي عندي، العب مبابي، جول يا ولد يا ولد، هذا اسيست يا حبيبي، هذا اسيست كيليان مبابي، 3-0. حلوة فيدال، والله قطعة رهيبة. يلا مصطفى، مصطفى يا سلام على مصطفى، دخلت بالكرة والكرة ما اعرف كيف، بس انا هو صار اللي صار يا شباب. 4-0، سجلت هاتريك بهذه المباراة. حلو مبابي، يلا مصطفى بعد جول، اصعد مبابي، اصعد وياي مبابي، اصعد وياي مبابي، جول جول، لا 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 لا، بيد الحارس سهلة. فاول، احصل على الضربة الحرة اللي بحثت عليها انا، هي اخر دقيقة يا شباب، اريد جول بيها. يلا هي عدت، جول جول، لا كيف كيف تخلصها يا الحارس، عوفة تدخل. شوف 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 شو. والله لا، تحتاج شوية قوة أكثر صح. يلا نهاية المباراة 4-0، أعتقد هسه دخلت الرقم 30 بالموسم صح، أو الهدف رقم 30. بالفعل يا شباب 30 هدف عندي بالموسم، 21 مباراة، 8 أسيست، رقم قوي وقوي ورهيب. جيرونا أوكي مباراة سهلة أخرى، اكتسبت قلب الدفاع، وشوف المراكز كلها هذه المراكز ألعب بها أنا يا شباب. هسه ندرب الحارس على، أو ندرب اللاعب على حراسة المرمى، آخر مركز نتدرب عليه 343 يوم، ممكن نقللها شوية، أوكي 167 حتى نختمه وخلاص، بعد يا شباب نروح نتدرب أو نخلي تدريب ونقاط التركيز على أمور أخرى. لا مباراة جيرونا أنا ما جاهز، ما أتوقع رح أسجل هواي، بس رح أحاول أظلم مركز، يمرروا لي تمريرة حاسمة وأحطها بالشباك. فيدال فيدال فيدال، حلوة التصويبة يا فيدال، حلوة مبابي، يلا مصطفى، خلاص خلاص خلاص، حطيتها بالشباك، جول 1-0 بالدقيقة 74، ما بذلت مجهود كبير بهذه المباراة. حلو، روح روح يا ولد، انطيني 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 انطيني، وين، لا 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 لا، بعيدة هذه. يلا نهاية المباراة بس 1-0، اوكي ضد ستوك سيتي بالابطال، انا جاهز يا شباب، ان شاء الله تكون مباراة سهلة يا رب. لا الحارس يا الله، هي هي هي، جول 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 جول، 1-0 بالدقيقة الرابعة بس، مباشرة نسجل. يا ولد يا ولد، لا جول، الله يا سلام، هذا هدف يستاهل الإعادة. شوف 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 شوف، هي ضربت صح بس وين، قوية قوية قوية، جول يا سلام، يلا يلا، جول جول، لا 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 لا، بعد فاول فاول يا حكم، لا تلعب لا تلعب لا تلعب لا تلعب يا مبابي، يا الله، وبعدين مع هذه اللعبات خلاص رسميا نتأهل لدور 16 دوري أبطال أوروبا، والمجموعة الصدارة إنه يا شباب. يلا سعدنا مباراة ضد ملقا، هذه المباراة راح أركز بها كثير يا رب أسجل هاتريك. هدف أول، 1-0 بصاروخ لا يصد ولا يرد، حلوة البداية، قل قل لا، ليش للحارس يا فيدال، ليش، لا صوب لا صوب لا صوب لا صوب لا صوب لا صوب يا ولد، لا صوب، انتظروا بس شوية يا شباب، خلي اطلع من منطقة الجزاء.
يلا هسه جول. يا سلام، يلا 2-0، حلوه 2-0. لا يا ولد يا ولد، هي ليش اللمسه الاخيره ما جت؟ تنجح الحارس جاب العيد، لا راحت حرام. حلوه فيدال يا ولد يا رهيب مصطفى، جول جول جول. يا سلام، تمريره اسطوريه من فيدال بالملي يا حبيبي، و3-0. اوفسايد ماكو، حلوه مصطفى. يلا بعد الهاتريك الهاتريك الهاتريك، جول 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 يا ولد يا عمري. 3-4-0، 3 الي انا شخصيا بهذه المباراه، وهاتريك جديد يا حبيبي، هاتريك جديد. صار عندي 36 هدف بالموسم يا شباب، بعد ما وصلنا لنص الهدف اللي احنا نريد نحققه، لازم اجيب 46 هدف نصف الاول من الموسم. اتوقع 42 هدف حلوه، لان النصف الثاني مباريات اتوقع اكثر، راح تكون احتمال مباريات اكثر. يلا روح روح يا صديقي، ممكن هذا اسيست، ممكن هذا اسيست، ممكن هذا اسيست. يلا يلا يلا، لا 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 لا، ضاعت. جول، اخر فرصه، خلاص ممكن بعد جول. لا وين وين مصطفى، لا مو منا الهدف يا مصطفى، حرام. يلا مو مشكله يا شباب، 4-0 تنتهي المباراه. اوكي، رسميا الكره الذهبيه 7 الي شخصيا يا شباب، وهذه المره مع نادي برشلونه. جاي اخذ كرات ذهبيه كثيره، هسه حطمت رقم ميسي بالست كرات ذهبيه اللي هو انا صار عندي 7 كرات ذهبيه، اللاعب الاكثر تحقيقا للكرات الذهبيه بالتاريخ. خلاص اعتقد راح اكتفي اليوم يا شباب، حتى الحلقه الجايه ان شاء الله نلعب مباراه اتلتيكو مدريد عندنا المهمه، ونختمها بمباراه او نختم مجموعات دوري ابطال اوروبا مباراة اولمبيك ليون، وممكن حتى فتره الانتقالات ندخل. فلايكاتكم اشتراكاتكم تنبيهاتكم وبس، شكرا للمشاهده يا شباب، في امان الله.